اليوم راح نتعرف على تقنية الـ FPGA وراح يكون حكي فيها متدرج مع سراج إن شاء الله لتوصلوا لمراتب جيدة وتشوفوا الكيت اللي مشتغل عليها سراج. سراج طبعا هندسة إلكترون سنة خامسة، له خبرة منيحة مع الـ FPGA، له فترة جيدة عم يشتغل بالـ FPGA. أحد مشاريعه كانت إنه نجز متحكم للـ SDRAM عن طريق الـ FPGA، وكمان مشروعه اللي عم يشتغل عليه حاليا هلا إنه يساوي Software Defined Radio على الـ FPGA بحد ذاتها. ما رح افسد لكم شو رح يحكي لكم اليوم اكثر، هخلي سراج يحكي لكم. اهلا وسهلا فيكم. اول شيء برجع بعتذر عن تاخير مواصلات وبتعرفوا الوضع واخر شيء اجاني الويندوز بده يعمل ابجريد، هلا حبكت معه يعمل ابجريد. اليوم نحكي عن تقنيه الاف بي جي اي بشكل متدرج، بنستعرض تاريخ التصميم الرقمي بدءا من ظهوره تقريبا بالستينات شوي شوي لنشوف شو الفائده من الاف بي جي اي، او بالاحرى شو ماهيتها، لانه شايف انا من الوسط يلي عايش فيه ومن ضمن زملائي بالكليه في لغط بالتعريف بالتقنيه، بعضهم بفكر لغه برمجه او غيرها، او فممكن عن طريق هذا التسلسل الزمني تتوضح الفكره، نعرف شو الفائده منها. ممكن بعض الاشخاص يعني تنجذب لها التقنية، ممكن تفكر فيها بشكل جدي مستقبلا. بداية الديجيتال لوجيك ديزاين ما بين الخمسينات والستينات كان التصميم، يعني المهندسين التصميم الرقمي كان يوضع الديزاين تبعهم بشكل بلاك بوكس. على سبيل المثال هون ثلاث مداخل، فانكشن بثلاث مداخل الى خرج وحيد، فكان المطلوب من هذا البلاك بوكس جدول منطقي او جدول حقيقه معين بحسب المداخل. طبعا ثلاث مداخل بنظام الباينري يعني ثمان احتمالات بدءا من الصفر الى السبعه. عن كل احتمال كان المصمم الرقمي يحط خرج المناسب للتطبيق تبعه، بعدين بيطالع المعادلات المنطقية الموافقة للمداخل والمخارج، فبتتشكل الدارة المنطقية على مستوى البوابات المنطقية الجيتس لوجيك. طبعا الجيت لوجيك هذا هو نوع من الـ الابستراكت، خلينا نقول مجرد تصور مجرد للنظام، لأن كل بوابة منطقية هي عبارة عن ترانزستورات على سبيل المثال سيموس مصنعة إما من بوابات ناند أو آند أو نور بحسب التقنية المفروضة أو بحسب تقنية الشركة المعينة. فبوابة الآند على سبيل المثال هي شكلها توصل مع بوابة أور أو نور حيوانة. طبعا هذا الموضوع إما كان عن طريق ترانزستورات ممكن كان المصمم يصنع الدارة بالأخير عن طريق ترانزستورات مفردة أو عم بيحولها لمستوى السيليكون، على مستوى السيليكون بسماعه بدرسها اللي دارسين سنة رابعة دارات متكاملة بيعرفوا، فبينزل في بينزل بالتصميم لمستوى السيليكون. هذا مثال بسيط، لكن لو بيطلع التصميم يعني بتضخم إلى مثلا خلينا نقول 100 بوابة منطقية ما يقابل أكثر من 1000 الى 2000 ترانزستور، الامر شاق جدا ومتعب ومرهق الحقيقه. بعد هذه الفتره ظهرت من البوابات المنطقيه والترانزستورات ظهرت المالتيبلكسرز، الديمالتيبلكسرز، ديكودرز، الفليب فلوبس، كل هدول ظهروا بهذه الفتره وبلشوا شوي شوي يتحولوا للبنى الاساسيه للتصميم الرقمي. أصبح المصمم ما عاد يتطرق للبوابات المنطقية بحد ذاتها أند وناند وغيرها، صار يتعامل مع عيسيات الفليب فلوبس بشكل مباشر. لكن السيئة مثل ما أنكم شايفين كان النظام ينتهي بشكل مشابه لهذا البورد اللي كان تعرف بسباجيتي لايك ميلز، يعني متاهة مثل متاهة المعكرونة. أي تعديل على هذا البورد كان بيطلب بورد جديد، اي تعديل على هذا النظام بيطلب بورد جديد، فك الحام والى ما هنالك. يعني انجينيرز جات فيد اب بالاخير.
بعد هاي الفترة المصممين مصنعين الشرائح المتكاملة يحاولوا يحلوا هاي المشكلة ب يعني ب بأفكارهم، فظهر ما يعرف بالبروجرامبل لوجيك ديفايس PLDs. PLDs هي عبارة عن شبكات من AND والOR، تعتبر الAND والOR هي الأساس، أساس الشبكات، عفواً أساس التصميم الرقمي، أساس المعادلات المنطقية. أي نظام رقمي منطقي ممكن تعبير عنه بإما ببوابات عفواً ببوابات AND وOR سوا. هاي البنية الداخلية للـ PLD. على اليسار بنشوف الـ PLD كيف بتجي بشكل من المصنع. فمثلا نحن هون بدنا عندك 3 مداخل A و B و C، ممكن تطلع على المخارج الثلاثة حسب النظام شو بيطلب، مخرج أو 2 أو 3 أو حي الله بحسب المعادلة المنطقية اللي بدنا إياها. بتدخل الـ C على سبيل المثال مثل ما هي، أو complement تعملها AND مع مدخل آخر، أو بتعملها بتمرقها مثل ما هي، بتعملها OR مع مدخل آخر. هدول كلهم عبارة عن فيوزات، إما بينتركوا مفتوحين أو بتطبيق جهد معين بينحرق الفيوز فبيتحقق الوصل المنطقي بين البوابة والمدخل أو بين بوابة وبوابة أخرى. لكن المشكلة للبي ال دي بهاي الفترة انه مشكلة البرمجة نفسها. البرمجة كانت تتم عند المصنع، فكان المصمم يدرس النظام تبعه ويطالع الجدول المنطقي ويبعث التصميم للشركات المختصة بهذاك الوقت. فبيستنى بعدين بيستنى الشركة تبعث له تصميم. هذا الموضوع ايضا كان في مشكلة، لانه اي تعديل يعني بدك تصمم من اول جديد وتبعث للشركة وترجع تنتظر، يعني في تأخير، في ديلي، يعني ممكن يعرقل التصميم، يعني انتاجية منخفضة نوعا ما. زائد انه البي ال دي بهاي الفترة بين السبعينات الى الثمانينات كانت تسمى بالسمبل بي ال دي، الشريحة الواحدة الاي سي الوحدة كان ما بتقدر تمسك اكثر من 10 الى 20 معادلة منطقية. فإذا كان تصميم تبع المهندس ضخم نوعا ما، كان غير أنه يصمم النظام من أول جديد بده يقعد يفكر كيف بده يقسم الاي سي 2 و3 و4 وحسب ضخامة التصميم نفسه. زائد الإضافة إلى هيك أنه المشكلة الأساسية اللي هي الوايرينج التوصيل ما انحلت لسه. كمان إذا عدلت الاي سي بدي فكه وإلحن من أول جديد، بدي استنى أطبع الدار من أول جديد. كمان رجع المهندسين يزعجوا للأسف. بعدين ظهرت Complex PLD. الحقيقة ما كتير تختلف عن Simple PLD، سوى انه المهندس بدل ما يشتري IC2 او 3 IC'ات PLD او يوسع ليهم عفوا، كان يعني خلص ببعث التصميم والمهمة الشركة هي على نفس الشريحة تحط 3 4 5 حي الله بي ال دي على نفس الشريحه. زائد في عندهم مثل الباك بون، خلينا نعتبر هو الجلوبال انتركونكت ماتريكس، مهمه التوصيل ما بين عناصر البي ال دي بداخل الشريحه الوحده. اذا بتحاولوا تحفظوا هذا المخطط معي لحتى نقارن ما بين السي بي ال دي وبعدين الاف بي جي اي، يعني ممكن في يكون في لغط ليش ظهرت الاف بي جي اي بعدين باعتبار كان عندنا سي بي ال دي بهداك الوقت. بالاضافه الى يعني كان سيئه للسي بي ال دي بهداك الزمن، انه على الرغم من انه عندك 4 بلوكات بي ال دي على نفس الشريحه على نفس الاي سي، الا انه كان كل بي ال دي بدك تبرمجه لحاله بشكل منفصل. كان الموضوع يعني ممكن تختصر بالنات من الخرج، زائد في صعوبة بالبرمجة الوقت كمان. بعد هالفترة ظهرت تقنية الأسك Application Specific Integrated Circuit أو الدارات المتكاملة ذات الغرض المتخصص. هدول الدارات كانت لم تكن متوفرة يعني بحوالي 80 ببداية 80 وخلال 80 بشكل كبير. يعني الفكرة من وراها أنه أنا بصمم النظام تبعي نفس تقريبا مشابه للاستراتيجية التصميم ببداية التصميم الرقمي، ببداية الزمن التصميم الرقمي،
وبدرس انا كان المصمم يعني يتولى المهام كلها بدءا من مستوى البوابات نزولا الى الترانزستور الى السيليكون ويصمم ويدرس الوصلات البيانيه زائد يدرس الزمن انتشار الاشاره كيف بده يحاول يخفض صرف الطاقه من بهذا النظام. لكن الحلو بالاسك انه في عنا او كان ممكن تقدر تتحمل اكثر من مليون بوابه منطقيه زائد توابع منطقيه معقده جدا فكانت ميزه جيده زائد السبيد في عنا سرعه عاليه وانخفاض بالطاقه ملحوظ مقارنه بالبي ال دي والسي بي ال دي سابقا. السيئه بالاسك هي كانت انه المصمم مثلا على المستوى المنخفض على مستوى الشركات المنخفضه كان مثلا بيطلب 100 الى 200 اي سي تكلفه التصنيع باهظه جدا بسبب التقنيه المستخدمه. كمان طلاب الرابعه الكترون بيعرفوها هي الدارات المتكامله والاقنعه الضوئيه الفوتوليثوغرافي بعد ما بيتم تصميم النظام على مستوى السيليكون وعلى مستوى الترانزستور بيتم رسم كل ترانزستور بشكل منفصل وبيتم تجميعهم سوا طبعا مع دراسة الأبعاد على 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 بمقياس النانومتر والمايكرومتر. فكانت التكلفة باهظة جدا بالكميات المنخفضة كان ممكن يكلف أكثر من مليون دولار وهذا الأمر شبه مستحيل للأشخاص والمنفردين يعني أو الشركات البسيطة. زائد صعوبة التصميم مثل ما بتوقع صار واضح أنه يعني الزمن اللي بياكل التصميم لحتى تطلع بالوظيفة بعدين تنزل فيها لمستوى الترانزستور تنزل فيها لمستوى السيليكون وبمستوى السيليكون برجع بأكد أنه الموضوع جدا شاق وصعب لدراسة الأزمنة وانتشار الإشارات وإلى ما هنالك وخطورة عالية. الخطورة تنتج يعني حابب أوضحها عن طريق قصة لشركة إنتل. شركة إنتل بال 94 بالشهر السابع 94 أطلقت معالجات إنتل بنتيوم بهذيك الفترة فمهندسين الاختبار لشركة إنتل أعلموا المسؤولين أنه في عنا خطأ بينتج عند عملية القسمة بالفلوتينج بوينت في خطأ كتير بسيط إلا أنه ما بيظهر لجميع المستخدمين. كانت المنافسة محتدة بين إنتل ومنافسين لديك الفترة فكانوا مستعجلين يطالعوا ينزلوا المعالج على الأسواق فتخطوها لهذه الفترة وغض النظر عنها. تم اكتشافها من شخص اسمه دكتور نايسلي باحث بأحد الجامعات وكتير نايس هالنايسلي لأنه ما خلى حدا ما دلوا على هذا الخطأ وبعت الكود ويفرجيهم كيف القسمة تطلع خطأ وفضح الدنيا. طبعا انت اللي ضلت تقريبا ما يقارب السنة وساكتي معنا عم شو اسمه ما عم ترد على حدا والانترنت بهذاك الوقت تعجب القصة فآخر شيء بال20/12/94 اعتزلت انتل وحطت ما يقارب 420 مليون دولار فقط لتغطي تكاليف الأعطال الناتجة عن قسم خطأ ممكن لا تتعدى الواحد بالألف ما بعرف قديش يعني ومو كل المستخدمين بيطلع مع الخطأ كمان يعني هذا غير الموظفين اللي حطتهم فقط ليعتذروا على شبكات الانترنت والانتقادات اللي اجت انه انت ما عم ترد علينا والقصة موجودة كاملة اللي بيحب يطلع عليها. متوقع يعني صار في فهم ليش الاسك خطر على المستوى البسيط بس في له ميزات حلوة. فاذا حاولنا نجمع المشاكل والمحاسن للتقنيتين يعني هلا نوعا ما صار في عنا تقسيم ما بين بي ال دي او اس بي بنوعيها الاس بي ال دي والسي بي ال دي والاسك. الاسك تتميز بامكانيه تضمين توابع منطقيه معقده جدا تتميز ايضا بالسرعه العاليه انخفاض الطاقه لكن صعوبه التصميم عدم قابليه البرمجه. بالمقابل البي ال دي التعقيد منخفض من ناحيه القدرة على تصميم توابع منطقية معقدة ما فيك
تطلع فيه اكثر مثل ما حكينا من 10 الى 20 معادله منطقيه. عدد البوابات المنطقيه طبعا هذا الموضوع عدد البوابات يقاس لشرائح القابل البرمجي والاسك، كثير بهم المصممين انه الشريحه الواحده قديش ممكن تساع مشان يعطيه فكره عن مدى تعقيد التصميم اللي ممكن يضمه بالشريحه الواحده، الا انه كان سهله التصميم وقابل البرمجي طبعا هاي اهم ميزه. فمصممين الشرائح السيليكونيه طلعوا بالحل اللي دمج الميزتين والتخلي عن السيئات لكل وحده منهم، فظهرت الاف بي جي اي بهذيك الفتره. الاف بي جي اي بالتعريف هي دارات الكترونيه رقميه تحتوي على كتل قابله للبرمجه، يعني ما هي معالجات ممكن بعض الاشخاص يفكرون معالج، لا، عبارة عن دارات إلكترونية رقمية قابلة للبرمجة بحيث تشكل الوظيفة المنطقية يلي بتخدم المصمم نفسه. شو بده هو المعادلة المنطقية بغض النظر عن طولها وتعقيدها والنظام، قادر على أن تتشكل عن طريق بحر من الوصلات البينية Interconnect Matrix كمان، لكن بيختلف عن CPLD اللي رح نشوف كيف. حقيقة كلمة Field Programmable من اسم الـ FPGA بيعني أو بيشير إلى حقيقة إنه الشريحة قابلة للبرمجة حقلياً، بمعنى من على مكتبك، من مخبرك بالجامعة، من بيتك، أنت قادر تبرمج وتعيد برمجتها. الأمر اللي كان نوعاً ما صعب بالCPLD وكان مستحيل بالPLD بالSPLD سابقاً، فكانت ميزة جداً حلوة بالFPGA. ليش الFPGA؟ لأنه طبعا في ميزات كتير لاستخدام الاف بي جي اي، لكن ممكن يعني هيك نشير الى بعضها. بداية ممكن وضحت انه تكلفة التصنيع منخفضة مقارنة بالاسك، يعني انا كمصمم رقمي وقت بدي اصمم النظام راح انتج مليون ومليونين قطعة، لكن الوقت اللي بدي استهلكه بالتصميم والوقت اللي بدي استهلكه بدراسة الإشارات وصرف الطاقة لا يقارن بالوقت اللي ممكن أنا استخدمه بتصميم نفس النظام على شريحة FPGA. طبعا زائد أنه أي تعديل بسيط خلال هاي الفترة، ممكن مثلا يكون تصميم بيأكل معنا سنة، خلال هاي السنة أي تعديل أنا ممكن ببساطة أعدل عليه بالFPGA، بينما بالأسك رح يعني حط مصاري كتير واستنى كتير. الوصول للسوق طبعا نتيجة للسببين السابقين. الاف بي جي حقيقة ادت الى نشوء شركات مبدعة جدا وصغيرة، يعني شركة اسيك اذا ظهرت حبت تشتغل او اسسوا مجموعة من الشباب شركة اسيك، لا يمكن ل 10 الى 20 يشتغلوا بهالمهمة لحالهم، بدك ما يفوق الألف إلى الألفين موظف مقسمين إلى فرق تصميم رقمي و يعني محاكاة وتحليل زمني للإشارات زائد النزول إلى مستوى السيليكون وغيرها. بالمقابل الـ FPGA أنت مانك بحاجة إلى أكثر من 10 أشخاص تقسم المهام فيما بينهم، كل شخص مسؤول عن قسم من النظام تبعك، إن كان كنترولر أو DSP أو غيره، كلهم بيصمموا النظام لحاله، اخر شيء بيتم دمج البلوكات سوا. بعام 2003 بحسب احصائيه انه من 1500 الى 4000 شركه اسيك ظهرت، مبادرات بتصنيع الاسيك ظهرت ب 2003، ومقارنه ب 5000 ASSB Application Specific Standard Product. الاي اس بي شبيهه بالاسيك، إلا أن الأسك على سبيل المثال خاصة بالمصمم نفسه، خاصة بالمصنع، أنا بصمم النظام هذا لإلي، بينما الـ ASSB ممكن شركة بتصمم وبتنشر لغيرك، مثلا الفيديو ديكودر، الفيديو انكودر، الأوديو كوديك، هذول كلهم ASSB، بعض الـ CPU. بنفس السنة كمان 450 ألف شركة FPGA أو تصميم FPGA انطلق بنفس السنة، مقارنة ب 1500 وال 5000 ASSB. هذا بيوضح مدى سهولة التعامل مع الـ FPGA، بيوضح أيضا قديش ممكن تتيح للأشخاص المبدعين نفسهم، ما لك بحاجة أكثر من 2-3 مثل ما حكينا لحتى تطلع بتصميم أو فكرة عندك إياها رقمي بتنفذها ببساطة.
يلي بيميز الـ FPGA عن الأسيك هي كلمة programmable. يعني إلى حد ما ممكن نقول إنه تقنية الـ FPGA ترقى إلى سرعة وصرف طاقة الأسيك إلى نوعا ما، لكن مضل الأسيك متفوقة، لكن قابلية البرمجة تعطي أفضلية إلى الـ FPGA. بالدخول إلى بنية الـ FPGA لنتعرف عليها أكثر، نفهمها أكثر، هي عبارة عن عناصر منطقية تسمى بالمصطلح الصناعي أو المصطلح السوقي بشكل عام Logic Element. المصطلح بيختلف من شركة إلى أخرى، مثلا شركتين ألتيرا وزيلانكس أشهر شركتين، كل واحدة بتسمى على كيفها، يعني نوعا من التعصب الذاتي. بشكل تقريبي شرائح الـ FPGA تحتوي ما بين 1000 إلى 100,000 عنصر منطقي وما يزيد عن ذلك كمان. هدول العناصر المنطقية بيسبحوا ببحر من التوصيل البيني Interconnect Matrix. بس إذا ملاحظين الفرق بينه وبين الـ CPLD، كان الـ CPLD عبارة عن توصيل مركزي مثل الباكبون بشكل، هون العناصر عم تسبح ببحر من التوصيل البيني، ممكن على جارتها لليمين اليسار، ممكن تطلع مباشرة إلى البنات الخارجية بسهولة. هذا بيعطي إمكانية توصيل وتشكل كبير كتير. بس مشان سير المحاضرة، الألتيرا تشير إلى Logic Element ALM، فهذول البلوكات اللي شايفينهم هون الكبار هدول عناصر منطقية Logic Element. ألتيرا بتسميهم ALM Adaptive Logic Module، بينما زيلينكس CLP. أنا بس مشان نروح نوعا ما رح ركز على الألتيرا بهاي المحاضرة. بنية العنصر المنطقي نفسه هو بتكون من شيء يعرف باللوكاب تيبل. اللوكاب تيبل نوعا ما يمكن تشبيهه بملتيبلكسر ضخم. على سبيل المثال هون بثمان مداخل ديفايزبل قابل للتقسيم، بمعنى انه انا ممكن استخدم المداخل الاربعه الاولى لوظيفه معينه والاربعه الثانيين بستخدمهم بوظيفه اخرى. يعني ما انك مضطر تستخدم اللوك اب تيبل الواحد لتعمل اند وتخسر الباقي، ممكن تستخدمها لاند وناند وغيرها. ورا ال يو تي بيجي في عندنا كومباينيشنال لوجيك، منطق تركيبي ما مبين، بس هون هدول آدر غالبا بيكونوا جامع آدر مع نوع من الملتيبلكسرات السريعة، توصيلات بينية داخل اللوجيك إليمنت نفسها، توصيل سريع جدا، يعني أسرع من التوصيلات الموجودة بالFPGA كلها مثلا هلا بنحكي عنها. بالأخير في عنا ريجسترز أو فليب فلوبس بتأمن ميزة التزامن، فإذا كان عندك الوظيفة المنطقية تبعك متزامنة أو تقدح بالحافة مدة ساعة، ممكن تستخدم هذا الريجستر، أو ممكن تطلع مباشرة على كتلة أخرى من دون المرور بالمنطق المتزامن. اللوجيك إليمنت نفسه في يقسم إلى شريحتين تسمى لوجيك سيل، خلية. مثل ما إذا ملاحظين هون في مثل مربع فوق ومن تحت ومسمينهم 0 و1، هدول بيسموهم لوجيك سيل. الـ LUT أو اللوجيك إليمنتس الـ ALM ممكن استخدامها زائد إنه تحقق وظائف المنطقية المختلفة للمصمم، ممكن إنه تستخدم كذواكر محلية تسمى بالـ M-Labs هلأ بنحكي عنها. مثلا بشريحة Cyclone 5 لا من ألتيرا، 25% من شرائح من عناصر المنطقية الموجودة بالشريحة يمكن استخدامها كذواكر، ذواكر داخلية أو on chip memory. إذا كان تصميمك معالج على سبيل المثال، المعالج بده ذاكرة داخلية أو ذاكرة على الشريحة، بتستخدم هدول العناصر المنطقية. بنية الـ LUT، الـ LUT هو عبارة مثل ما حكينا إنه ملتيبلكسر ضخم، لكن مداخله هن عبارة عن خلايا SRAM، ذواكر SRAM. طبعا هدول بشكله هن الأساس ببرمجة الـ FPGA،
اللي بيميز يعني الوقت بتغير برمج الاف بي جي اي انت عم تغير حقيقه بهدول الزواكر. كيف عم تخدمنا ال يو تي لتحقق الوظيفه المنطقيه؟ بنرجع لمثال البلاك بوكس بثلاث مداخل ومخرج. بعد ما بنطلع الجدول المنطقي المداخل اي بي سي رح تشكل هي مداخل الانتخاب للمالتيبلكسر، تمام؟ فعند كل دخل مقابل مثلا صفرين او صفر وواحد واثنين، عند كل دخل انا ممكن احط الخرج يلي لازم يطلع. بهالحالة هاي فقط مالتيبلكسر عم يحقق لك الوظيفة المنطقية اللي بدك اياها، ما انك مضطر تصمم يعني اند وناند والى ما هنالك. يعني الاف بي جي اي بحد ذاتها ليست عبارة عن اند وناند، ممكن نقول انه هي مالتيبلكسر بالاساس. وباعتبار هدول خلايا اسرام، زواكر اسرام، هذا بيؤدي لانه ممكن استخدامها كذاكرة، ممكن تستخدمها كزواكر. الاي ال ام واللاب، الاي ال ام هو العنصر المنطقي اللوجيك اليمنت اللي حكينا عنه، بس في شيء بنيوي اعلى منه يلي هو اللاب، لوجيك اري بلوك بمصطلح التيرا. طبعا اللاب الواحد يحوي على ما بين 2 الى 4 او ممكن 6 بعوائل اف بي جي ال جدا متقدمه. ف هون تمثيل بسيط، اربع عناصر منطقيه اي ال ام، كل عنصر منطقي مثل ما حكينا فيه 2 لوجيك سيل، كل لوجيك سيل عباره عن ال يو تي كومبينيشنال لوجيك و ريجسترز مشان التزامن. الفكره من هاي البنيه زيادة أداء وسرعة الـ FPGA. كيف؟ لأن عن طريق التوصيل بين بيناتهم. فعلى مستوى اللوجيك سيل في الوصلات البينية تختلف بالسرعة بالأداء عن التوصيل ما بين الـ ALM نفسهم واللاب. التوصيل البيني ما بين اللابس كمان بيختلف أو هو أقل بالحقيقة من المستوى وسرعة التوصيل البيني ما بين الـ ALM واللوجيك سيل. السبب من هاي البنية انه اولا تحقيق توازن ما بين الكلفة الاقتصادية والاداء العالي. هذا امر معروف بالتكنولوجيا، لا يمكن تحقيق سرعة وانخفاض تكلفة بنفس الوقت. على سبيل المثال اذا اولا انه هذا بيمثل سرعة التوصيل البيني بكل كتلي، على مستوى اللوجيك سيل هو اسرع سرعه عندنا اياها، اسرع توصيل بيني ما بين العناصر، بعدين ما بين الاي ال ام اقل من اللوجيك سيل، اخر شيء باللابس ما بين اللابس هي اقل سرعه بيناتهم. السبب انه لو صنعنا كل الاف بي جي اي بمختلف المستوى البني تبعها بنفس السرعه، خلينا نقول سريعه بنفس سرعه اللوجيك سيل، راح تتضاعف اضعاف مضاعفه عن سعر الواحد. صحيح راح تحقق لي اداء عالي لكن التكلفه كمان عالي. وبالمقابل اذا صممتهم بسرعه منخفضه كلهم السعر بينخفض كثير بس الاداء كمان منخفض. انت ممكن تصمم نظامك ممكن يقعد بلاب واحد، بكفي لاب واحد. بهالحاله خسرت سرعه، يعني ادائك راح يكون بطيء، اداء النظام، لأن آخر شيء رح يقعد بلاب واحد على سبيل المثال. عرفتوا كيف؟ فالتقسيم السرعة بيؤدي إلى نوع من التوازن ما بين الأداء العالي والتكلفة، تكلفة التصنيع. نظرة عامة على مخطط الـ ALM العنصر المنطقي، هون نوعا ما تفصيلي. على اليسار الـ Lookup Tables، في عنا وراهم الـ Adders المنطق التركيبي، وهون شبكة من التوصيلات البينية هي اللي رح تكون أسرع شيء من كبنية الـ FPGA. تطلع بعدين على المنطقة المتزامن أو الريجسترز، وممكن عن طريق مالتي بيكسلز إما ترجع على نفس اللاب على نفس اللوجيك سيل أو تطلع على ALM تاني، أو ممكن تطلع على البن الفيزيائي مباشرة للـ FPGA. بالإضافة إلى اللوجيك إليمنتس يلي بتحقق لك الوظائف المنطقية المختلفة، في شيء يعرف بالإمبيدد مالتيبلايرز. هلأ على سبيل المثال أنت بدك تعمل ضارب 16 بت ب 16 بت فلوتينج بوينت،
على الرغم من الخوارزميات المتقدمة بالتصميم الرقمي، خوارزمية بوث وغيرها وما بعرف شو، إلا أنه في شيء فيزيائي بيحكم الخوارزمية من أنه تعمل بأداء عالي، اللي هي كلمة البرمجة. يعني موضوع أنه التوصيلات والسويتشات وإلى ما هنالك بين الـ FPGA بيحكم على الخوارزمية أنه تضل بأداء منخفض. فإذا بدك تشتغل مالتي بلاير أنت يعني رح يكون في تأخير زمني لتطلع النتيجة، وإذا كان بدك نظامك يعمل بترددات عالية كتير 400-600 ميجا هيرتز، هذا رح يؤدي إلى انخفاض بالأداء. فمصنعين شرائح سيليكونية بيوفروا على المصمم هذا العناء وبيرفعوا أداء الشريحة، بيضيفوا مالتي بلاير. مثلا إذا هدول المربعات كانوا لوجيك إليمنتس، بيناتهم رح نلاقي ميزات إضافية مثل هدول رام بلوكس مخصصين زواكر داخلية، بالإضافة إلى الإملاب اللي حكينا عنه إنه ممكن العناصر المنطقية نفسها تستخدمها كزواكر. في عندك رام مصنع بأداء عالي، يعني مشان يكون أداء عالي. في عنا هون المالتي بلايرز بيجوا بيناتهم كمان. فأنت وقت تحتاج مالتي بلاير، الكومبايلر أو السينثسايزر المسؤول عن ترجمة الكود تبعك لحاله بيستخدم مالتي بلاير وبيسند المداخل والمخارج بشكل تلقائي. أولا وفر عليك عناصر منطقية كتير وعطاك أداء عالي جدا. كمان من الوظائف المهمة مثلا بمعالجة الإشارة DSP، في عندنا شيء يعرف بالمالتيبلاي اند اكيوميليت، ضرب ومراكمة. الضرب والمراكمة جدا عملية مهمة، مثلا عندك تعمل جمعة متسلسلة لا نهائية كثير بتفيد. بدل ما تعمل ضارب وتجمع جمع مدري كم جمع رح تستخدم، اذا كان مثلا 16 بت او 32 بت رح تستخدم كثير وتستهلك عناصر جدا كثير. ف المصنعين الشرائح بيعطوك ياهن جاهزين على مستوى السيليكون، بس عليك تستخدمهم. هذا بيتم عن طريق السينثيزايزر لحاله بيتحسس انه انت استخدمت ماك او استخدمت مالتي بلاير، ومباشرة بيسندهم للإمبيدد فيتشرز. ميزات اخرى غير الميموري والدي اس بي، في شيء يعرف بالبي ال ال. البي ال ال مثلا وحدة مشان تعطيك ترددات مختلفة، بتعطيها دخل 25 ميجا هرتز 50 ميجا هرتز على سبيل المثال، تعطيك تردد اللي بدك اياه 100 200 300 او اخفض 12 ميجا هرتز. ترانسيفرز، في عنا مستقبلات ومرسلات رقمية ليست مستقبلات اتصالاتية او راديوية، مشان مثلا بدك تربط 2 FPGA سوا عن طريق بروتوكولات عالية و high bandwidth، يعني بيكونوا مضمنين بشكل hard IP، يعني ليست مقابلة للبرمجة، موجودة من النسيج السيليكوني لل FPGA. GPIO مداخل ومخارج متعددة الأغراض. hard IP تشمل كتير شغلات، يعني مثل ما حكينا الترانسيفرز أو الـ SDRAM controller، DDR RAM controller. هدول وظائف حساسة جدا، يعني من الصعب انك اولا تصممها على مستوى المنطق المبرمج، ورح تخسر اداء ورح تخسر عناصر من الريسورسز تبع الـ FPGA. فبيجوك جاهزين، يسموا hard IP. IP اختصار لintellectual property، يعني تعرف بالـ FPGA اذا انت صممت نظام معين فيكون SDRAM controller، يسمى intellectual property، يسمى IP. بإمكانك تبيعه لشركات أخرى، بإمكانك تبيعه لمستخدمين ومصممين آخرين. والحقيقة هذا هو اللي بيميز الـ FPGA عن الـ CPLD. إذا بتذكروا الـ CPLD هي فقط عبارة عن وحدات قابلة للبرمجة وإنتركونكت أساسي فقط، بينما الـ FPGA في عليها هدول الزيادات يلي هي الملتيبلايرز والـ DSP blocks وغيرهم. التصميم بواسطة الـ FPGA أكيد ما رح أنت تفتح المالتي سيم وتصمم على السكيماتيك إديتور وتقعد تربط الألف والألفين ريجستر بإيدك، لأنه ما هذا هو الغرض أصلا من الـ FPGA. فيستخدم لهذا الموضوع لغات تعرف بالـ HDL Hardware Description Language. الحقيقة هي ليست يعني لغات تعرف مجازا بالبرمجية، ليست ما إلى علاقة بالبرمجية. والترجمة الحرفية للـ HDL هي الوصف، لغات وصف العتاد. إذا هي فقط توصف الدارة اللي بدك إياها، بتوصف النظام اللي بدك إياه وصف بكلام مفهوم لإلك. السينثيسايزر بياخذ هذا الكلام
بترجمه لمعادلات منطقية، بيختصره عن طريق الكارنو وطرق الجبر المنطقي وغيرها، وآخر شيء بيشكل بيفهم عليك بدك دي فليب فلوب، بدك ملتي بلاير، بدك آدر. على سبيل المثال هون بأشهر لغتين من لغات الـ FPGA الفيلوج والـ VHDL، اللي على اليسار كود موافق لـ دي فليب فلوب، اللي على اليمين كمان الموافق بس بلغة VHDL. بتلاحظوا البساطة، يعني always at positive edge، بتخبر السينثيسايزر انه دائما عند الحافة الصاعدة او الحافة الموجبة لإشارة الكلوك. الكلوك هون إشارة انت بتسميها، فدائما بتطلع على إشارة الكلوك دائما عند الحافة الصاعدة. شو يعمل؟ اسناد دي إلى كيو. إذا بيفهم انه انت بدك دائما عند الحواف الصاعدة بدك تسند إشارة دي إلى كيو. نفس الشيء بلغة الـ VHDL. كيو إلى دي، كيو إلى دي، عكستها. VHDL اختصار لـ VHSIC Hardware Description Language، كمان الـ VHSIC اختصار لكلمة طويلة عريضة. مراحل تصميم بالـ FPGA، بداية وقت بتصمم أنت نظامك بتوصفه باللغات اللي حكينا عنها الـ HDL. بعدين تجي مرحلة الـ Validation، التحقق من وظيفية النظام، يعني نظامك عم يشتغل بحسب المواصفات اللي طرحتها أنت. إذا دخلت هيك شو رح يعطيني بالخارج؟ هذا بتضمن كشف أخطاء اللغوية إن كانت Verilog أو إن كانت VHDL، زائد كشف الأخطاء مثلاً المدى، مثلاً على سبيل المثال إذا كان عندك 4-5 مداخل للنظام ومخرج واحد، بيجي بيفحص كل مدخل شو له علاقة، شو له تأثير على المخرج. إذا ما كان بيأثر مباشرة بيحسوا من سير الإشارة. هدول مشان يوفر عليك عناصر زائد أداء، وطبعاً بيعطيك ورنينج إنه أنت هون مستخدم مدخل ما له علاقة أو ما عم يأثر. طبعاً كمان بيفحص إنه هالمداخل ربطها مع المداخل الفيزيائية للـ FPGA، والمخارج ربطها ولا لا. هذا الحكي قبل ما يتم عملياً الترجمة، قبل ما تتم ترجمة الكود لبوابات، بتم عن طريق برامج محاكاة مثل موديل سيم، أشهر برامجها. بعدين بيجي مرحلة الـ RTL Synthesis. RTL هي Register Transfer Logic، بمعنى آخر النظام على مستوى الفليب فلوبس أو على مستوى الريجسترات. بالـ FPGA كل شيء أنظمة بتنزل لهذا المستوى، على مستوى الريجستر، ما رح تنزل لمستوى البوابات، أنت ما رح تتعامل معه. بهاي المرحلة بتم فقط ترجمة الكود، ما هي مرحلة سريعة، ترجمة الكود لمعادلات منطقية واختصارة. وبهاي المرحلة بالذات ممكن انت تطلع على الدارة شلون توصيل السينثيسايزر، شلون ربط لك ياهم البلوكات مع بعض. هلا بنفرجيكم مثال عملي. اخر او قبل الاخيرة مرحلة البليس اند روت، هي المرحلة نوعا ما اصعب شيء، اطول شيء. السينثيسايزر هون بيستخدم بقى خوارزميات الذكاء الصنعي تبعه، وبيحاول يربط العناصر المنطقية تبعك. أول شيء بترجمها للتقنية الموافقة لشريحة الـ FPGA. كل شريحة FPGA ألتير على سبيل المثال مصنعة إلى أسلوب. مثلا أنت طلع عندك مدخلين، على مدخل على ريجستر ومخرج مباشرة، ما بتم توصيلها بشكل حقيقي على الـ FPGA. هيك في عندنا بلوكات الانبوت بفر على سبيل المثال. الريجستر نفسه ممكن نستخدم شغلة، يعني هيك بتوفر عليك ريسورسز أو بتوفر عليك إشارة بزيد أداء. كمان على الأوتبوت بيحط لك أوتبوت بفر. فهاي بسموها تكنولوجي مابينج بحسب التقنية، بيربط النظام، بيحاول يسقطه على البلوكات يلي عنده. هذا الموضوع بيختلف من فيندور لآخر. آخر شيء هي البليسمنت أند روتينج. بعد ما بيترجم للتقنية البلوكات التكنولوجي اللي عنده، بيحاول يموضع العناصر بالشريحة. موضوع العناصر بالشريحة هذا كتير بيأثر على أداء النظام، سريع أو منخفض، التردد اللي عم تشتغل عليه طبعا، تأخر بالإشارات. هذا كتير موضوع مهم وكتير بيأثر. يعني في عندك المرحلة اللي بعدها اللي هي timing analysis، يلي بيأثر عليها هو موضوع الإشارات. هلا قد يكون أنت نظامك فيه خطأ
بس اذا كنت متاكد كثير ممكن يكون غباء من السينثيزايزر نفسه مبعد لك اثنين بلوكات عن بعضهم، عم تنتشر الاشاره ببطء بين بعضهم، فبيظهر عندك بينخفض تردد عملك، ممكن تكون عم تشتغل على 300 ميجا ممكن يشتغل على 300 ميجا بينخفض لل 200 على سبيل المثال. التايمينج اناليسز هي بعد ما بيعمل بليسمنت اند روتينج، انت وقت ببلش البليسمنت اند روتينج بتكون قايل له انا بدي النظام يشتغل على 1 جيجا هرتز، فبيحاول يموضع العناصر بشكل انه تحقق هذا التايمينج. اذا ما زبط معه بيعطيك طبعا عن طريق التايمينج اناليسز بيعمل تحليل بشوف الديلي على كل باث واي اخطر ديلي ممكن 2 3 نانو سكند تاثر لك على النظام كله توقف النظام كامل. هذا الامر جدا مهم مثلا بالاس دي ران كنترولر دي دي ار كنترولر كمان. اذا شفت خطا انت ممكن تعدل على النظام تبعك او ممكن تقول له للسينثيسايزر هون مثلا هاي بدي اقرب هذا البلوك لما لبلوك اخر بشكل يدوي، فممكن بقى بتزيد، او ممكن انت طالب 1 جيجا هرتز بتخفض متطلباتك شوي بغير الخوارزمي. الحقيقه شركات تصنيع الاف جي اي الالتيرا وغيرها عندها نوع من الاحتكار لهذا الموضوع، على سبيل المثال طلاب الجامعات تعطيهم نسخ مجانيه، لكن هاي النسخه اولا الكومبايل تبعها طويل، السبب انه يعني ما بدها ما لك دافع مصاري ببساطه، زائد الاداء يعني ما رح تعطيك امكانات عاليه بموضوع البليسمنت اند روتينج، هي عندها خوارزميات جاهزه انه تعمل لك الترجمه بخلال نص ساعه على سبيل المثال، نص ساعه طبعا كثير، لكن في انظمه بتحتاج الكومبايل تبعها الى ساعتين وثلاثه واربعه كمان حسب ضخامه النظام، كيف بده السينثيسايزر يركب هالبلوكات يموضعها على الشريحه نفسها ويربط بيناتها، بيقعد بيختار الروتينج المناسب. فالخوارزميات ما تعطيك اياها مجانا اذا كنت مشتريها غير لما بتكون فري. طبعا اذا عدلت اي تعديل على هذا النظام رح ترجع بالعمليه من اول وجديد، بس اذا كنت شاري النسخه في عندها شيء اسمه partial compilation ترجمه جزئيه، وين في صار في تغيير بس بترجم هذا القسم. في عندنا ميزه كمان معظم الفندرز بيتيحوها انه لا سمح الله ما ساع النظام بالشريحه، طبعا هذا كثير يعني نوعا ما نادر الا اذا كان نظامك جدا جدا ضخم، ممكن لحاله بشكل اوتوماتيكي يقسم النظام لشريحتين او ثلاثه من نفس العائله، بيوفر عليك كمان عمل ودراسه. اخر مرحله بيتم انتاج الملفات البرمجي، هي عباره عن بتات، هلا راح نشوف شو كيف الاليه. حاليا في شيء اسمه اوبن سي ال، اوبن بروجرامينج اوبن كمبيوتر لانجويج، هاي لغة من إنتاج شركة أبل، تعرف بأنه خالية الولاء، ما إلى ولاء لأي بنية. يعني في مثلا كومبايلرات بيقولوا لك مترجم X86 الإنتل غير المترجم الأرم، فإذا أنت بدك تعرف أنت تطبيقك لأي معالج لحتى تعرف تستخدم الكومبايلر المناسب. الأوبن سي إل ما عنده هذا الموضوع، ما إلى ولاء لأي بنية ولا إلى أركيتكتشر، حتى بيتخطى الموضوع موضوع السي بي يو، فبلغة واحدة عم تكتب لسي بي يو، عم تكتب لجي بي يو، وعم تكتب لدي اس بي يو واف بي جي اي كمان. هذا الموضوع ظهر بالاف بي جي اي لأنه نوعا ما بل يعني صار موضوع الاتش دي ال لانجوج صار يعني موضوع مقيت صعب، وإذا كان النظام ضخم يمكن تشبيهها اذا بدنا نعمل مقارنه ما بين الهاردوير انجينيرينج سوفت وير انجينيرينج، جماعه السوفت وير في عندهم الاسمبلي، فالاسمبلي تقابل الاتش دي ال هون بهي الحاله. حاليا عم يشتغلوا على اوبن سي ال حتى تكافئ لغات عاليه المستوى مثل سي 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 وسي شارب وغيرها. انت وقت تكتب بالفيجوال بيسك او السي شارب تكتب بلغه مفهومه وبسيطه وثلاث اربع سطور بيطلع معك برنامجك، بينما الكومبايلر شو عم يعمل؟ بياخذ هالكود بيترجمه للاسمبلي من اول جديد، بيوفر عليك عناء العمل بالاسمبلي. نفس الموضوع بالنسبه للاوبن سي ال، الجهود قائمه حاليا لحتى يتحقق هذا الموضوع. نوعا ما بلشت يعني في شراكات عم تصير، التيرا زينكس وغيرها. الفائده مثل ما حكينا طبعا يعني السرعه بالنظام، سرعه بالوصول تحقيق النظام، بيعطيك ميزه انك توصل للسوق بسرعه كمان بتنافس مشان المنافسه ما بين الشركات.
كويك ديزاين اكسبلوريشن، يعني بامكانك ببساطه تتصفح نظامك يعني ما عاد في هاي اللبكة تبع مثلا على سبيل المثال الاسمبلي كان موضوع يعني صعب، هالكود لشو كان وهالكود لشو كان. نفس الشيء بال HDL بتضيع احيانا انت بالكود تبعك، وبلغه ال VHDL في شغله غليظه كمان، اذا بدك تجمعهم كلهم بيطلع معك الكود اكثر من 200 300 سطر فقط لحتى تجمع 3 4 بلوكات ما اكثر. Faster design compilation، ما عاد انت تفوت بموضوع التايمينج اناليسز البليسمنت اند راوتينج، هذا كله بيتم الاوبن سي ال بتحقق لك اياه فور فري مجانا يعني، وكبسه وحده بيكون تم الترجمه وجاهز للبرمجه. برمجه الاف بي جي اي بتتم بحسب تقنيه المصنعه فيها. سابقا كانت الاف بي جي ايات تختلف بالبنيه من شيء يعرف بالفيوز او انتي فيوز اي بروم وغيرها، هدول الشغلات انه الاف بي جي اي كيف عم تمسك البتات تبعت البرمجه. مثلا بالانتي فيوز بيكون الفيوزات كلهم محروقين، وقت بتطبق جهد انت بيفتح الفيوز، وبالعكس بالنسبة للفيوز فيوز تكنولوجي. بالاي ابروم انت عم تبرمج زواكر اي ابروم، وبالتالي بتبرمجها مرة واحدة وما بيروح، ما بتروح البرمجة. بالاس رام لا، بتبرمجها اول ما طفل الكهرباء بتنمحها الذاكرة. هلأ معظم الاف بي جيات بالسوق هي اس رام بيزد، مبنية على تقنية الاس رام. كيف بتتم البرمجة؟ مثلا خلينا نقول اذا في عندك تذكروا ال LUT كيف له خلايا اسرام على مداخله. اذا قلنا انه في 400 خلية، فالكمبايلر او السينثيزازر الخاص بالشريحة تبعك لحاله بيترجم بالنهاية انه هالخلية الفلانية بتاخد واحد او هي صفر وهكذا. فرح يكون عندك 400 محرف على سبيل المثال، وبتم برمجتهم بشكل او نوع من مثل دفشون first in first out، واحد ورا الثاني ريجسترات. تمام، هذا الاركيتكتشر كمان بيوحي لك بشغله انه البروجرامينج فايل الناتج حجمه واحد. ان كان نظامك فيه 30,000 فليب فلوب ولا ان كان فيه 3 او 4 فليب فلوبات، البروجرامينج فايل واحد. على سبيل المثال بالسايكلون 5 6 ميجا ما اكثر، شو من كان النظام تبعك. بتتم البرمجه عن طريق بروتوكول جي تاج على الاغلب. هلا بالتقنيه اللي رح نحكي عنها هي بعد شوي هي الاس او سي، ممكن الاف بي جي تبرمج نفسها بنفسها، ما في داعي لانك تكون في عندك حاسب. هلا بتوضح الموضوع ليش. الزواكر الاسرام هي فولاتيل ميموري متطايره، ف كيف بدك تخلي نظامك اول ما تقلع الباور مباشرة يقلع النظام تبعك؟ بيتم استخدام زواكر غير متطايرة مثل ABCQ، شرائح ABCQ بتكون على الشريحة هاي. فأنت بتبرمج هاي الشريحة وبتقولها للإف بي جي اي خذي البرمجة تبعك من هاي الشريحة، لا تاخذيها من جي تاك، فبتم برمجتها بشكل تلقائي. الاس او سي اف بي جي اي الحقيقة سابقا كانوا المصممين يعني معظم تصميماتهم معظم أنظمة الـ FPGA تبعهم كانت تطلب معالجات soft يسموها soft processors. كانوا يقعدوا بس يصمموا أول شهرين ثلاثة يقعدوا يصمموا معالج. الشركات الـ FPGA الـ Altera و Xilinx أتاحت هذا الموضوع، وفرت عليهم العناء وعطتهم IP Intellectual Property او خلينا نقول بلاج ان، يعني جاهز تصميم جاهز هو مايكرو بروسيسور. فالترا في الى معالج اسمه نيوس 2، زلينكس الى مايكرو بليز. بتلاحظوا كل واحد في صراع يعني بيناتهم، كل واحد متعصب لشركته ولتقنيته. هاي البنى بتضل على الاف بي جي اي من نسيج الاف بي جي اي نسيج السيليكون الى يعني قابل للبرمجه، مما يؤدي انه الاداء منخفض، استهلاك عالي للعناصر المنطقية. اذا كان نظامك بيطلب مثلا 50,000 في عندك 50,000 تاني هي بس للمعالج لسه ما عملت شيء، يعني عم تستهلك شغلات على الفاضي. والاداء ما هو الاداء المتوقع يعني من معالج 32 او 64 ليس من هو الاداء المتوقع. ف بالفترة اللي بعدها قرروا مع
تقدم تقنية التصميم السيليكوني مع مثلا 28 نانومتر وال 14 نانومتر. معروف موضوع ال 24 ال 14 و 28 نانومتر، معروف شو يعني انه هاي تقنية هيك او هاي هيك، بس هيك تذكير طلاب الرابعة بيعرفوها والخامسة بيعرفوها. معظم التقنيات، معظم شرائح التصميم الرقمي او كلهم يعني بدنا نحكي على مستوى السيليكون هي ترانزستورات، وترانزستورات موسفيت على حد الخصوص. فبتنزل على مستوى السيليكون، اذا كان هذا اذا كان هذا هو الموسفيت تبعنا بشكل نظري، على مستوى السيليكون بصير عبارة عن خطين من مادة السيليكون نفسها مشابه، اما N و B. اذا كانت هاي N دوبت هاي B على سبيل المثال، هاي المنطقة هي عرض قناة الموسفيت نفسه. في عنا بيقولوا له N channel او P channel حسب هاي المادة الموجودة هون. عرض هاي القناة هو اللي بيحدد لك التقنية المصنعة. فبيقولوا الشريحة مصنعة ب 28 نانومتر، يعني هاي القناة عرضها 28 نانومتر، 14 نانومتر هاي 14 نانومتر، وال40 السابقين هدول نفس الشيء. ليش عم يزغروها للقناة؟ التصغير بيجي مشان اولا استهلاك الطاقة، تيارات التسريب منخفضة جدا بتكون لانه عرض قناة صغير، جهود منخفضة، يعني بدل ما تكون 5 فولت انت عم تشغلها على 1 فولت او على 1.1 او هلا 0.9، فالطاقه رح تكون منخفضه بحسب قانون الطاقه اي مربع ب ار او اي بي اي بي يو. كل ما نزلت نزلتنا بالفولتات الباور بتنخفض، فبيحاولوا دائما ينزلوا بتقنيه التصنيع. ما بيقدروا ينزلوا كتير بسبب عوائق، اهمها هي الطريقه المصنعه. الطريقه هي الاقنعه الضوئيه، يعني بصير بيتم انتاج اول شيء قناع ضوئي مشان اشابه وما اشابه. فعلى مستوى 14 نانومتر يعني جدا مقياس صغير، فالقناع جدا صعب تصنيعه، تسليط ضوء حساس، الماده رح تكون حساسه هون للضوء، فالموضوع جدا صعب. وكل ما نزلنا بهالرقم هذا رح عم يزاد الامر صعوبه. زائد اخر شيء يعني رح يصطدم الموضوع بحاجز فيزيائي للبنيه، هذا كمان اشار له قانون مور الشهير، انه زياده عدد الترانزستورات على الشريحه كل 18 شهر بتضاعف. كل هاي المواضيع هي ادت الى انه على الشريحه بمثلا 2 او 1.1 ملم، 2 ب 2 ملم عم تسع اكثر من مليونين، اكثر من عفوا شو مليونين، مليارين ترانزستور وبوابه منطقيه. فقرروا مصنعين الاف بي جي ايات انه خلص بنضمن على نفس الشريحه السيليكونيه، على نفس النسيج السيليكوني، هارد بروسيسر مصنع بشكل ليس برمجي، يعني من على مستوى السيليكون مصنع، مدروسه الوصلات بين بعضها، مدروسه ومتموضعه، فبيعطيك اداء عالي وانخفاض بالطاقه. هذا الهارد بروسيسر بيسموه هارد بروسيسر سيستم، بتوقع صار واضح ليش اسمه هارد، لانه غير قابل للبرمجة على مستوى السيليكون. بيحتوي ايضا طرفيات، الميموري انترفيس، اذا كان مثلا معالج ارم في له واجهات الدي دي ار وغيرها، كلهم كمان في عندهم مثلا واجهات ربط بسموها بريدجز ما بين الاف بي جي اي والسي بي يو الارم. مثلا في بريدج اسمه AXI، عالي الاداء وهاي باندويث، هذول كلهم بيكونوا على حوالي البروسيسر نفسه. الفوائد يعني صار عندك معالج عالي الاداء، مثلا معالج الكورتكس A9 نفسه موجود بشرائح A5 بايفون 6 بالايفون 5 سابقا، هلا شرائح A8 كمان فيها معالجات. هاي كلها شرائح SOC. كلمة SOC ظهرت لأنه صار في عندك معالج بزاوية الشريحة، بالزاوية الأخرى صار في عندك SDRAM controller، بمكان آخر من الشريحة في عندك معالجة الإشارة DSP، في عندك كمان بلوك خاص برفع أداء الجرافيكس.
هذا الموضوع كان سابقا مستحيل بسبب التقنية هاي، ما كان بيشتغلوا على المايكرومتر، فما كان ممكن يحطوا كل هالأنظمة على نفس الشريحة. مع وضع هالأنظمة سوا على نفس الشريحة السيليكونية ظهرت، صاروا يسموها سيستم اون شيب، نظام كامل على نفس الشريحة. تمام، إذا الأداء ارتفع من ناحية معالجة البروسيسور، صار في عندك كفاءة أعلى لأنه صار فيك تضيف مثلا ايرور كوركشن كود فيما يخص الميموري، فيك تضيفها، هي مواضيع حساسة يعني التايمينج تبعها عالي كتير، صرف طاقة منخفض. فيك كمان مثلا ميزات انه المعالج بيشتغل بشكل منفصل عن الاف بي جي اي، ما له علاقة عمليا، ما له علاقة. اذا بتعمل ريستارت للسي بي يو لحاله برستير، اذا بتبرمج الاف بي جي اي السي بي يو عم بيكون عم شغال، النظام شغال. هذا بيعطيك إمكانية السلف بروجرامينج للإف بي جي إيه، يعني بأحد المراحل ما لك بحاجة للابتوب أبدا، على نفس البورد التطويرية اللي عندك بتقلع لينوكس على سبيل المثال وتبرمج الإف بي جي إيه. انخفاض بالتكلفة، واضح إنه قبل الإس أو سي كان بدنا 3-4 آي سيات، كل آي سي له وظيفة معينة اللي حكينا عنه. طبعا الآي سيات تكلفتها بترتفع اذا تقسمت، لانه كل اي سي الى قناع ضوئي والى لبكه تصميم ما بعرف شو. مقارنه بس بين شراء المنتجين الاف بي جي اي وشو بيتضمنوا هارد بروسيسور. مثلا في شركه اسمها اكتل ما عندها هارد بروسيسور، في عندها ممكن تقبل سوفت بروسيسور. سوفت بروسيسور يعني قابل للبرمجه، ممكن تنزله من النت تعمله داونلود، بيصير في عندك مايكرو بروسيسور على الشريحه. التيرا متعاونة مع شركة ARM، فشرائح الاس او سي تبعها تحوي شرائح ARM، وفي عندها سوفت بروسيسور اخر يعني خاص فيها هو نيوس ونيوس 2. موضوع هذا الموضوع مثلا انت ممكن على نفس الشريحة اللي فيها الاس او سي الماستر، بيكون عندك ماستر سي بي يو هو الARM، ممكن تعمل داونلود على 12 كور نيوس، 12 كور نيوس على نفس الشريحة، وفي عندك كور ARM عم يتحكم فيهم كلهم، صار عندك منصة حوسبة تفرعية مهولة. يعني هاي احد فوائد الاس او سي. شركة لاتس ما عندها هارد بروسيسور. زينكس المنافس الهارد بروسيسور تبع الاي بي ام باور بي سي. هذا مخطط لشريحة سايكلون 5 التيرا. بتلاحظوا انه على طرف الاف بي جي اي في الاتش بي اس، موجود الاتش بي اس، ما تبقى الرمادي هو اف بي جي اي. الازرق الفاهي هدول كوستم اي بي اوبشنال بيجو. ممكن يكون الشريحه تبعك بيكون فيها هارد ميموري كنترولر، بي سي اي بروتوكول، فيها مستقبلات ومرسلات 3.115 جيجا بت بير سكند. هدول كلهم غير الاتش بي اس. الاتش بي اس له ميزاته لحالها، مثلا بسايكلون 5 دوال كور معالج ثنائي النواه من ARM، في الكاش طبعا، التايمرات، البروتوكولات الاتصال والاون تشيب ميموري، كلهم هدول موجودين بقسم الاتش بي اس. هاي ميزات السايكلون 5، تشتغل بتردد 925 ميجا هرتز، 512 كيلو بايت شيرد ليفل 2 كاش والى اخره. تطبيقات الاف بي جي اي بتوقع يعني صار في الاس او سي اف بي جي اي صار في يعني حدث على اهميتها، يعني او ممكن شو ممكن الواحد يعمل فيها. بتنوع الموضوع من الاوتوموتيف ادفانس درايفر اسيستنس سيستمز اللي القياده الذاتيه مثل سياره جوجل وغيرها، على الاغلب بده يكون فيها شرائح اف بي جي اي، وايرلس كوميونيكيشن اتصالات اللاسلكيه وخصوصا العسكريه طبعا لاهميتها، يعني بالمجال العسكري بيتطلبوا configurability، تشكل تغير واعاده تشكل مستمره، فالاف بي جي اي بتخدمهم بشكل فظيع بهالموضوع. حقيقه هو المجال العسكري هن اللي طوروا الاف بي جي اي بدايه واشتغلوا فيها، وعلى وجه الخصوص وزاره الدفاع الامريكيه داربا اللي سمعان فيها. كمان على سبيل المثال المصنعين الاربعه الاوائل اللي أنظمة التصوير الطبي تستخدم اف بي جي اي، ان كانت سي تي والام ار اي، الام ار اي والالتراسونيك اكويبمنت.
هلا رح بس هيك شوية استعراضات عن شو ممكن تعمل بالـ FPGA، إن كان على مستوى الـ FPGA standalone أو SoC FPGA بالتزامن، كيف ممكن HPS يتحكم بالـ FPGA وبالعكس. هذا نظام مورس ترانسميتر، مشفر مورس يعني، عن طريق السويتشات هدول بقدر عن طريق 3 سويتشات بقدر بختار الحروف اللي بدي ابعتها، وفي عندي ليد هون عم بيشغل بطفي بيرسل الاشاره. بدال الليد انا ممكن احط عن طريق الجي بي اي او المداخل والمخارج العامه، ممكن اوصل عليها قناه اتصال شو من كانت، صوتيه ضوئيه لاسلكيه بغض النظر. فاول حرف على سبيل المثال A، اللي بيعرف شي فوت مورس ممكن يترجم منها. واضح واضح النظام بسيط يعني. هون بتشوفوا كيف السينثيسايزر بفرجيك ال RTL. انت صممت النظام كود، هذا الكود، هذا هو الكود تبعنا، عبارة عن بلوكات مربوطين مع بعض عن طريق top level entity موديول الاساسي اللي هو بحالتي هون مورس انكودر. فبتلاحظ انه عم يستدعي او بيعمل instantiation لكل بلوك لحالهم، بيربطهم عن طريق اشارات، مثلا هون اشارة داتش دوت، اشارة سايز بس 3 بت. عن طريق ال RTL viewer بتشوف السينثيسايزر كيف ركب لك اياها. هاي المرحلة هي مرحلة RTL synthesize، فقط بترجمه بيربط يعني بفرجيك المخطط سكيماتيك تبعه، بيتم انتاج معادلات المنطقية واختصارها والى ما هنالك. هذا النظام تبعك، تصور انت تقعد تفكر بالنظام على هذا المستوى، مالتيبلكسر وريجستر واند اور وادر وغيرهم. انت وصفته بطريقه لغويه مفهومه، والكومبايلر هو مهمته يفهم عليك ويترجم لك اياه. هذا ال RTL سكيماتيك. تيجي المرحله اللي بعدها، بمثال اخر بدي اعمل كومبايل، بدي اخذ وقت الكومبايل، لانه مثل ما قلت لكم هذا بصير بيعمل اسقاط من ناحيه التقنيه، بيربطهم مع انبوت بفر واوتبوت بفر والى ما هنالك، وبيحدد التموضع. هاي احصائيات بسيطه عن النظام تبعك، بيستهلك مثلا 67، هذا النظام استهلك 67 ريجستر. هذا بسموه تشيب بلانر على مستوى يعني نوعا ما ابستراكت مجرد، بفرجيك انه العناصر المنطقيه والمالتي بلايرز وغيرهم. هذا بهذا القسم هون في عندي الاتش بي اس، هذا هو معالج الارم، في نواتين بي ال ال، في دي ام اي جواته. هون هذا الشريط الاصفر، هون في عندك الاف بي جي انترفيس، الربط الاتش بي اس مع الانترفيس ممكن يتواصلوا مع بعض. هدول الزرق هن العناصر المنطقيه اللي حكينا عنها، الاي ال ام. كل ما بننزل بنشوف هون، وهدول السلايسز اللي حكينا عنها.
هون في عنا المالتي بلايرز الامبيد درامز وغيرهم البي ال الز كمان موجودين على حوالي الاطراف الانبوت اوت بالبفر كمان على اطراف الشريحه بس هيك منظر مشان يعطيك فكره عن النظام تبعك وباحد المراحل اذا بتشتري النسخه الكامله للبرنامج بامكانك تعدل مواضعهم هدول اذا كان عندك الخبره طبعا نظام الديمونستريشن الثاني رح فرجيكم اياه معالج 9 بت بسيط عملته من الصفر انا بس بغرض اني اتعرف على تصميم معالج يعني كان رغبتي اني اصمم معالج عملت صممته فيه شي 7 ريجسترات داخليه واسمبلر بسيط بكتب بلغه الاسمبلي خاصتي لاحظوا كيف المعالج موصوف وصف واير ريجستر 9 بت 8 بت انت بتحدد هدول في الفلوبات بشكل هدول مثلا هي اف اس ام الفاينايت ستيت ماشين السنتسايزر اللي حاله بيعرف انه انت عم تعمل ستيت ماشين وبيعمل لك اوبتمايزيشن لها فالمخطط تبع هذا النظام هذا هو في ميموري داخلية في بورت لحتى يقدر يقرأ من سويتشات خارجية سويتشات هون بيقدر يقرأ منها وهون في مالتيبلكسر اما بياخد تعليمي مثلا من الذاكرة يلي انت مثلا حطيت عليها برنامجك او ممكن عن طريق السويتشات تحط الامر وراء امر وتعطيه تنفيذ هذا الكور تبع البروسيسور نوعا ما تلاحظوا قديش ضخم يعني هذا نوعا يعتبر بسيط وتافه اذا فرجيكم هلا معالج نيوس بنضيع بين الاسلاك والكومبوننتس تبعه فكيف ممكن توصله بايدك مستحيل هاي اداه البرمجه تبع البورد فبنلاحظ كيف بيتعرف على اي سي تين الاولى او نوعا ما اي سي تين الاولى هي نظام الاف بي جي اي النسيج الاف بي جي اي الثاني هي معالج الاس او سي انا رح برمج الاف بي جي اي هذا الاسمبلر كتبته بلغة السي شارب مهمته بس انه طبعا تكتب بالاسمبلي بس يبدل لك كل تعليمي بالاصفار الواحدات يعني جماعة الحواسيب بيعرفوا هذا الموضوع كومبايل كلمة كومبايل يعني مثل ما حكيت بتبدل الريجسترات بارقامها بتبدل التعليمات كمان بارقامها إذا نلقي نظرة على هذا ملف بيعطيك ملف من لاحقة MIF Memory Initialization File في النوع الآخر هو Intel Hex اللي مشتغل مايكرو كنترولر بيعرفه أحد الصيغ لبرمجة الزواكر الميموري Initialization File خاص بشركة Altera هذا الملف بيحدد بس انه عند كل موقع ذاكره شو بدك تخزن
طبعا هاي تعليمي، اول ثلاثة منها بيحددوا لك التعليمي، الباقي بيحدد لك اما قيمة او عنوان ريجستر او كذا. يعني هاي شغلة الاسمبلر، بيطلع معك الام اي الميث فايل بتنقله. انا كان بامكاني مثلا تحط على الاف بي جي اي واجهه تخاطب يو اس بي مشان ما تبرمج عن طريق الكوارتوس نفسه، كوارتوس بيئه التطوير تبع الاف بي جي اي، مباشره تربط مع الشريحه وبتبرمج. هذا برنامج بسيط، عندي 7 سيجمنتس مربوطين مع الاف بي جي اي، ربطتهم مع المعالج، ريجسترات كل 7 سيجمنت بنت 7 بتات، فريجسترات 7 بت. ف عن طريق الكود اللي كتبته هون خليته يطبع كلمه هيلو وورلد، بس الاسلوب البسيط تبعنا. هذا الحكي فقط اف بي جي اي، يعني اللي عنده شريحه اف بي جي اي فقط ممكن يتعامل، يعني حاف ما فيها اس او سي ما فيها معالج هيك ممكن يعمل تطبيقات. طبعا زائد نيوس، انه بحط معالج نيوس. في شغله بالكورتس اسمها ميجا ويزرد بلاج ان مانجر، هون تختار الاي بي اللي بدك، عندك اي بيات مثل اف اف تي جاهزه، ما في داعي تقعد شهرين ثلاثه وتكتب اف اف تي ما يزبط معك بالاخير. في كم هائل ارثماتيك، كثير من شغلات الرياضيه، جذر ضرب فلوتينج بوينت وغيرها، ساين وكوساين، في كمان كوميونيكيشنز فيما يخص الاتصالات، واجهه فيزيائيه، دي اس بي، ايرور كوركشن وديتكشن، فلترز، سي اي سي فلتر والاف اي ار فلتر. ما راح تقعد انت تكتب، الشركات بتهون عليك الموضوع وفقط انت بتحط البارامترات اللي بدك اياها. سيجنال جينيريشن، نيميريكلي كنترولد اوسيليترز، المهتزات المتحكم بها رقميا مثل الفي سي او، الفي سي او متحكم عن طريق جهاز، هذا ديجيتال رقمي، واذا بتحطها على اي دي سي بيطلع لك الاشارات اللي بدك اياها. ميموري كومبايلرز بي ال ال، هون في لطلاب الجامعات في امثله جاهزه مشان تسهل عليهم فيما يخص الاوديو والفيديو وشغلات ثانيه. هلا البورد اللي عندي هون في له اس دي رام، اس دي كارد مايكرو، مربوطه مع الاتش بي اس، فالاتش بي اس وقت بيقلع النظام بيقلع من هون. انا هون منزل لينوكس نسخه يوكتو، توزيع يوكتو البسيطه، بس رح ننفذ عليها برنامجين بسيطين كمان لاستعراضها. هون في عندي اليو ارت، واجهة يو ارت البروتوكول مشان نتحكم فيها، نتحكم باليو اس بي عن طريق هالبروتوكول. لاحظوا كيف اقلع لينوكس هون.
هلا بقدر بعمل لوجين على النظام. جماعة ويندوز ما راح يفهموا شيء يمكن. برنامج كمان بسيط بفرجيك انه كيف ممكن تتعامل مع الاتش بي اس كانك عم تتعامل مع معالج عادي على لابتوبك، تكتب البرامج اللي بدك اياها، هلو وورد المعروف بسيط. في برنامج ثاني بيقرا الحساس جي سنسور، فيها حساس جي سنسور للتحسس للمطالات الاكس واي زد والجاذبية. فملاحظين كيف عم يقرا القيم. إذا غيرت بتموضع البورد، الموضوع جدا جدا شبيه بموبايلات اندرويد وغيرها والسمارت فونز، يعني نفس الحساس الموجود، نفس النظام فيك تنزل. هذا نظام تيرمينال. هلا انا كان مخطط اني انزل فرجيكم لينوكس ديسكتوب يوبونتو، بس بده وقت لبين ما ينتسخ على الكارد. فاذا في اسئله اهلا وسهلا لبين ما هون في برنامج عم يقرا الحساس، حساس جي سنسور. في لان في عندك هون حراره، هلا هون في عندك هذا البروجيكتور عم ينتج حراره والبورد حميت، تمام؟ هذا كله بيأثر على الحساس، ضجيج كهربائي بسموه. عرفت كيف؟ تمام. عم يتواصل مع الحساس. هلا النظام موجود على الاتش بي اس، تمام؟ الحساس موصول مع الاتش بي اس، لسه الاف بي جي اي ما لكنه موجود يعني. تمام. هلا انت نظامك على سبيل المثال، لاحظ لسه الكلمه هنا مطبوعه عندي، انا لسه معالجي القديم 9 بت موجود غش. هلا في عندك واجهه تخاطب بيناتهم اكس اي بريدج، بامكانك الاتش بي اس عن طريق ابلكيشن على الاوبونتو او اللينوكس بغض النظر عن توزيعه بيتحكم فيه او يقرا منه حساسات، تمام؟ هلا مثلا هون الفي جي اي، هلا بدي انزل اوبونتو انا، الفي جي اي مربوطه مع الاف بي جي اي، الفي جي اي كونكتر، فانت بحاجه لكنترولر. الكنترولر هذا ما في عندي هون على البورد كنترولر جاهز اي سي، فبدك تعمله على الاف بي جي اي، تمام؟ برمجة الـ FPGA رح تتم عن طريق بشكل ذاتي عن طريق اللينوكس، يعني أول شيء رح يطلع لينوكس رح يبرمج FPGA ويفرجيك الصورة آخر شيء. يعني مطبوخ بسموها مشان البورد هاي، تمام؟ في أدوات كتير مثل أدوات يوكتو، فيك تطبخ النسخة اللي بدك إياها أنت مشان متطلباتك. هلا إذا صممت جهاز كوستوم سيستم على الـ FPGA تبعك، على سبيل المثال بيتحكم بالليدات وبيتحكم بال7 سيجمنت، او في عندك هون الاي دي سي بيقرا اي دي سي، فاذا بدك تتحكم فيه عن طريق لينوكس بدك درايفر، تمام؟ في درايفرات، تمام. انت وقت تعمل نظام خاص فيك بدك تكتب الدرايفر تبعك وتنزله على لينوكس هون، تمام؟ إذا في أسئلة كمان أنا جاهز، أنا تقريبا خالص يعني، بس كان بدي أفرجيكم الأوبونتو كيف بيقلع وكأنك على نظام مستقل يعني. إلكترون ثالثة وفوق يعني. أنت أي سنة؟ إيه، دارات منطقية، بدك بس شوية دارات منطقية. بس مو غلط، انا بشجعك انك تبلش تقرا فيها، لانه او على الاقل اشتغل دارات منطقيه بغض النظر عن اف جي او
معالج جاهز. هلا انت مثلا جماعه الاتصالات ممكن يخطر لهم تعديل معين، نظام تشفير معين على سبيل المثال، بمجال معالجه الاشاره قد تحتاج انت طلعت معك خوارزميه جديده بدك تتحقق منها، ما رح تتحقق منها عن هاردوير مو رياضيات، خلصت مرحله الرياضيات بدك تطبقها على بشكل عملي، ممكن عن طريق السوفت وير. هلا ميزات الاف بي جي اي بتجي من ميزه التفرعيه للاف بي جي اي نفسها، يعني هلا ممكن تطمن خوارزميه الدي اس بي على سوفت وير بس ادائها ما راح يكون مثل اداء الاف بي جي اي. تمام، راح تحتاج تعديلات، راح تطبق مثلا تقنيات رفع اداء. تمام، يعني في عندك مجال واريحيه لانك تبدع، ما انك محكوم بشركات اخرى، عرفت كيف؟ على سبيل المثال شركة انتل وقت تطرح معالج جديد بدها منصة اختبار، منصة اختبار للبنية للاركيتكشر تبعها، ما رح تكون ما رح تقعد تصرف ملايين الدولارات على انتاج شريحتين وثلاثة وتجربهم وطلع خطأ وترجع تنتج من اول وجديد. المنصة المناسبة هي هيك منصات اف بي جي. تمام، يعني وقت مو على الاركيتكتشر مو على التقنية نفسها. هلا بس حابب نوه الناس الجداد اللي ما بيعرفوا ايكولوجيا بشكل بسيط. ايكولوجيا هي مجتمع بيركز على تشارك خبرات المجتمع بين بعضنا، يعني مثل ما لاحظتوا سراج له فترة منيحة عم يشتغل بالاف بي جي واجا اليوم يشاركنا. نفس الوقت من السنة الماضية كان في مهندس اسمه حسن طافش كمان عطى محاضرة بالاف بي جي اي، ومثل هي التقنيات بسموها التقنيات الكاتينج ايدج، يعني التقنيات هي النوعية اللي هلأ عم يحكوا فيها العالم، يعني عم يحكينا سراج على الاوبن سي ال شغلات لسه هلأ عم تصير هلأ عم يسهوها، وهدول شغلات نوعية مو موجودة بأي مكان. يعني هلأ إذا لاحظتوا الشرح اللي حكانا يا سراج أكيد يختلف 180 درجة عن الشرح اللي بيصير بالجامعة، يعني بالجامعة شلون بيقولونا اف بي جي، ابني عنا دارة هالف أدار بتكون بالعادة ثابتة بتجي الـ FPGA فيها مصفوفة بتبرمجه ومنخلص، ما بيحكوا ما حدا حكانا لا Logic Elements ولا ما حدا حكانا بالطريقة اللي حكانا عليها سراج. هدول الشغلات النوعية اللي مو موجودة بالنظام التعليمي تبعنا للأسف. مثل ما حكينا شغلات نوعية، يعني هديك السنة كان عنا شخص واحد بيعرف بالـ FPGA اللي هو أستاذ حسن، هلأ صار عنا شخصين خلدون سراج، إن شاء الله السنة الجاية مفروض نصير أربعة، يعني لازم نفرخ بهدول الشغلات. بس هلأ كانت هاي الشغلات هاي المحاضرات هاي هي جلسة واحدة بس، من نهاية أنتوا هاي لازم تكون دفعة لكم لقدام لحتى تشتغلوا بالتقنيات اللي عم تسمعوا عنها. سراج كتير كانت محاضرة الأستاذ حسن دفعة له ليكمل بمجاله.